أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في فلك السياسة. كثيرة هي المرات التي يجيب فيها الأدب عن تساؤلاتنا التي قد تكون غامضة أو في علم المجهول، فهو يطرح أفكارا ومفردات تجيب عن أسئلة القارئ وعن أدب الديستوبيا والواقع السياسي. نناقش اليوم حديثا سياسيا دار بين الفتى وسيم وبين أدباء وحكماء في السياسة وفي الأدب من خلال كتاب رحلات وسيم في عالم أديب وحكيم. في هذا الكتاب يذهب البطل بصحبة جورج أورويل أديب أو عميد الأدب السياسي ويدور بينهما حديث في السياسة، وثم يذهب إلى الرئيس نيلسون مانديلا وهو رمز الكفاح ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، ومن بعدها ينطلق ويتوجه إلى مدينة الناصرة في فلسطين ويلتقي بالشاعرة مي زيادة في المقهى. نبدأ الحوار بعد هذا التقرير. علاقة قديمة تربط بين السياسة والأدب منذ زمن بعيد، فعلى الرغم من اختلاف الوظيفة والأدوات إلا أن كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر. لا يستطيع الأديب أن ينأى بنفسه عن العالم السياسي، حيث أن الأدب أداة من أدوات الوعي السياسي والتغيير. رحلات وسيم في عالم أديب وحكيم، مجموعة كتب مؤلفة من 5 أجزاء تدور أحداثها حول شخصية وسيم المعروف بحبه للقراءة، قام خلالها بزيارة شخصيات عديدة أبرزها زيارة للرئيس نيلسون مانديلا وجورج أورويل ومي زيادة، ودارت بينهما حوارات سياسية متنوعة. تخيل الكاتب أن وسيم بطل القصة التقى بالسياسي نيلسون مانديلا، ومن خلال الحوار الذي دار بينهما تعرف على الأفكار السياسية للرئيس وأنه رمز الكفاح ضد التمييز العنصري في أفريقيا والعالم والداعي للتسامح والمناضل من أجل السلامة. كما زار وسيم عميد الأدب السياسي جورج أورويل والشاعرة مي زيادة، حيث حاور أورويل واستفسر منه عن مفهوم السياسة وتعرف على أهم المصطلحات والظواهر السياسية والعبارات التي يتم ترويجها في عالم السياسة، كما تفعل إسرائيل عندما تبرر عدوانها على الآخر من خلال ترويجها لأفكار تدعم انتهاكاتها وممارساتها العدوانية. من خلال رحلات وسيم مع الأدباء والسياسيين استطاع فهم عالم السياسة ومصطلحاتها من مناهضة الاستعمار وازدواجية التفكير والحروب والدول المهيمنة. عدنا من جديد لنبدأ الحوار مع ضيفي في الاستوديو دكتور إبراهيم شلبي الكاتب والطبيب البشري. أهلا بك دكتور إبراهيم. أهلا بك دكتور نضال. يعني حضرتك ألفت كتاب من 5 أجزاء، نتحدث اليوم عن الجزء 5 تحديدا، هو عبارة عن رحلات تتوجها حوارات سياسية. الملفت أن هذه الحوارات دارت بين فتى صغير يبلغ من العمر 13 سنة وهو وسيم، مع شخصيات بارزة في الأدب وفي السياسة. من أين جاءت هذه النصوص المكتوبة؟ أهلا بك. سلسلة رحلات وسيم في عالم أديب وحكيم بتحكي عن قصة شاب يافع بيقوم بزيارات لأدباء من مصر والعالم العربي ومن العالم حسب الأماكن اللي هم فيها، يعني بيروح لهم في بلادهم أو في مواقعهم وبيدور حوار. الحوار أساسا يعني وسيم بيتساءل عن بعض المواضيع والإجابات يعني بتدور من خلال أعمال الأدباء، يعني هي مع بعض التصرف، يعني إجابات وسيم عن بعض الأسئلة، إجابات اللي هم الأدباء والحكماء من واقع كتابتهم. فالسلسلة دي موجهة لليافعين للشباب،
والغرض منها ان هي بنشوف الادب العالمي والفكر العالمي بيرد باي طريقه على تساؤلات الشباب. وطبعا بخصوص البرنامج ده احنا هنتكلم عن الافاق السياسيه. فالكتاب الخامس فيه 4 رحلات، يعني من ضمنهم الكاتب الانجليزي جورج اورويل، والزعيم هو ايضا كاتب نيلسون مانديلا، والاديبه الكبيره الشاعره ماي زياده، وفي برضه جزء رابع اللي هو عن الكاتب الروسي العظيم ليو تولستوي. لكن الجزء ده ما فيهوش حاجات يعني ايماءات احنا بنركز على سياسيه، الحوارات لكن السياسيه. اللي نعم هي هنا بنتكلم عن الجزء السياسي. إذن الردود كانت والأجوبة في هذا الكتاب، الأجوبة عن أسئلة الفتى وسيم هي مقتبسة من النصوص الحقيقية، يعني الحقيقية مع بعض التصرف، لكن هي الغرض منها الحكم. إيصال الفكر الخاص بالكتاب والحكماء الموجودين للشباب. فطبعا لما حضرتك اتكلمنا عن الجانب السياسي، مهم جدا ان الوعي السياسي عند الشباب شيء مهم. فعشان كده هتلاقي الاشارات يعني مثلا في الفصل سنبدأ، ولكن في البداية كانت أول شخصية هي شخصية جورج جورج أورويل. اورويل. يعني لماذا اخترت أن يكون وسيم بصحبة جورج أورويل في حديقة هايد بارك في لندن، يعني وليس مكان آخر؟ لماذا الحديقة تحديدا، ولماذا بدأت الحوار مع الأديب السياسي أورويل؟ هو الغرض من يعني هو كل جزء احنا بناخد المراحل من اهتمامات الشباب. فهتلاقي مثلا بيقابل ناس بيتكلم عن الحب، عن المستقبل، عن التخطيط، عن النجاح، عن السياسة، عن يعني عارفة مجالات مختلفة في الحياة، بحيث ان هو بيكتسب خبراتهم ومهاراتهم. فالجزء ده هو مفروض الجزء الخامس. الأجزاء الأربعة السابقة يعني هي ايه، مراحل وسيم بيكبر. يعني هو بدأ السلسلة مثلا هنقول هو عنده 13 سنة، فهو ممكن هنا دلوقتي هيكون عنده حوالي 16 سنة. ولكن اختيار الأماكن اختيار تحديدا، الأماكن هل اللي هي لها مكان الشخص رمز أو رمز، لأن هو برضو بنربطها بالمكان، الثقافة، الفكر. هايد بارك طبعا كانت رمز لحرية الرأي والتعبير، وبرضو هيشوف نماذج بشرية هتعكس له وجهات النظر والتعبير عنها. وفعلا من ضمن الحوار الأول الذي بدأه وسيم مع جورج أورويل، يعني لمح زحاما على الجهة الأخرى وهم في طريقهم إلى الحديقة هايد بارك، وسأل ما هذا الزحام أو سبب الزحام، وأجابه أورويل بأنها يعني مظاهرة للمعارضة ضد السياسات الحكومية، مع أنه يعني هو لا يحب السياسة كما ذكر وسيم، طفل يبلغ من ما العمر هو هنا بقى 13 هيبدأ الحوار. عاما. يعني هو رايح مع عشان يعرف فكره في الجنينة، فلقى مظاهرة فبيسأل عن سبب المظاهرة، فقال له إنها يعني مظاهرة الطريق أخذ يزدحم والسيارات ماشية ببطء وكده، فقال له مظاهرة للمعارضة ضد بعض سياسات الحكومة الحالية. وبعد ما عبروا جموع المتظاهرين، نظر وسيم إلى جورج أورويل وقال له، قدد عليه ذلك وقال له: لا أعرف لماذا أنفر من السياسة، ولا أحب الحديث عنها ولا الخوض في تفاصيلها، وهذا ينعكس على مواقفي تجاه الكثير من الأحداث، أتابعها كمتفرج لدرجة أن أصدقائي يتهمونني بأن ليس عندي أي وعي سياسي. دي اللي هي الكور بقى، الروح أو بداية الموضوع، أن في كتير جدا من الشباب دلوقتي ما فيش اهتمام، لا يوجد اهتمام يعني او أو وعي وعي سياسي، سياسي او كافي. ممكن وعي سطحي، او يعني عارفه بيكون متاثر بالتوجيهات الاعلاميه من خلال الاعلام والسوشيال ميديا والانترنت وكده. يعني في امور اخرى في امور كالرياضه اخرى او الفن او او لكن ولكن اجابه جورج اورويل كانت ملفته، اجابه: إذا لم يكن لديك الاهتمام بأن تمتلك وعيا سياسيا قويا، فعلى الأقل يجب أن تمتلك أو تتمتع بوطنية وطنية مبدئية مبدئية يمكن اللجوء إليها حينما يستلزم الأمر. وهي دي نقطة النصيحة اللي برضو لازم الشباب يبقى عارفها. يعني ما ينفعش تقول أنا ما بحبش السياسة ومش هتخش في السياسة، لكن في بعض الأحيان تكون الأوطان في خطر.
فلازم يكون فيه الحس الوطني لديك الحس الوطني والانتماء والانتماء، للوطن. ان انا اعرف امتى وطني في خطر وامتى لازم بقى ايه اخش في السياسة او افهم السياسة او افهم ابني رأيي على اي اساس. يعني دي كانت البداية اللي هي الغرض منها او الرسالة. ما ينفعش شاب يقول انا ما بحبش السياسة او ما بحبش اتكلم في السياسة او افهمها. هتيجي مرحلة انت مثلا ممكن تبقى في تصويت او في انتخابات او في موقف وطني او في لابد من ظروف، المشاركة والتفاعل، نعم، مع والشباب خصوصا الدولة. في شعوبنا العربية يعني ومصر في المقدمة طبعا بيشكلوا اكتر من تلتين المجتمعات العربية. يعني نسبة الشباب، الجيل بتاع الشباب، يعني احنا مش زي اوروبا، اوروبا اغلبهم في المراحل الاخيرة من العمر، لكن احنا مجتمعات شابة، ودي طاقة كبيرة لو تحولت الى طاقة جزء سلبية او مهم طاقة. وكبير من العمل الديموغرافي، نعم. مظبوط. فما ينفعش ان يبقى فيه اغلبية المواطنين سلبيين، فدي النقطة الأساسية. عشان كده ابتديت الكتاب ده بجورج أورويل. طب برأيك دكتور، لماذا يكتب المثقفون في الشأن السياسي؟ وكان هذا السؤال موجه من وسيم إلى جورج أورويل، لماذا يكتب المثقف في الشأن تمام. السياسي؟ النقطة الأساسية اللي هو كتب عنها قال لك إن يعني مثلا في المثقفين أحيانا يعني سأل نفسه، لأنه هو طبعا جورج أورويل عصر الحرب العالمية الثانية وعصر الظروف اللي قبلها تيارات ما سياسية قبلها مختلفة، وتيارات سياسية مختلفة النازية والفاشية والنازية الشيوعية والفاشية والرأسمالية أو يعني حضر كل اللي هي التيارات المتغيرات والتيارات السياسية السياسية في مختلفة. الوقت ده. وهو كان بيكتب قبل كده فلقى وتحدث وكأنه كتاباته السابقة بلا روح، يعني أو مظبوط، بلا معنى، يعني لا يوجد فيها ما هو بيقول التاريخ له ولا وجدت يوجد فيها أنني كتبت السياسة. كتبا بلا روح وجملا بلا معنى وهراء بشكل عام، وأني بكتب بدافع ذاتي صرف حتى يبدو ذكيا يتحدث عني الناس وكده. فابتدى يقول ان هو او يعني يكون صاحب رساله، يعني ده اللي خلاه بعد كده عميد الادب السياسي، او اللي هو ديستوبيا اللي هي الواقع المرير. يعني مش قصه حب او قصه مغامره او الكلام ده، لا، بيكتب عن الواقع وعايز اللي بيكتبه يكون الحقائق الصحيحه ويوثق الحقيقه لتكون مرجعا للاجيال القادمه. وتحدث عن أدب أيضا الديستوبيا، وهو أدب الواقع المرير والمجتمعات يعني الذي يتصدرها الشر وليس الخير، ومن ملامحها ربما الخراب والدمار والقتل والقمع. يعني إلى أي درجة ترى دكتور إبراهيم أنه واقعنا في هذه المجتمعات وهناك أدب الديستوبيا يعني خلق الحروب الوهمية وخلق العدو الوهمي من بعض الدول حتى تبرر ممارساتها وانتهاكاتها تمام في حق شعوب أخرى؟ تمام يعني هي النقطة ما بيقول له وسيم، بيقول له أنه أرى أنك قد أعلنت الحرب على الساسة والسياسة. فبيقول له نعم، فأغلب الساسة يستحقون ذلك، لأن يعني كانت النقطة أنه هو بيمنحوهم حدود معينة في الفكر، وزي اللي بيحصل دلوقتي يعني هنتكلم عن الموضوع ده اللي هي الحروب. وده يعني هو ده تنبأ بيه في كتاب سابق، نعم، الكتاب مثلا بتاع 1984 كتبه من 75 سنة، لكن لما تيجي تشوفه دلوقتي يعني كتب عام 1949 ولكن سمي بكتاب 1984، يعني 84 ملفت فعلا. تمام. فكان هي النقطة ان هي الغرض ان هو مش مهم انك انت تبقى في حرب وتقتلي الناس، لانه بيقول لك هي دي مش جريمه، هي جريمه فكر بتقضي على وكأن الحروب الدماغ، الجديده ان حروب هو موت فكريه الانسان يعني. بتوقف دماغه وفقدان الفكره، فقدان القدره على استيعاب اي افكار. نعم. تمام. فكان مثلا يقول لك ايه بيحصر الامور، مثلا تختار السعاده ولا الحريه، يعني ان هي دي عايزه تعيش ازاي. ده اللي هي كانت اللي هي بقى الفكر، التطور الفكر الفاشي والنازي والحاجات دي، وبعد كده الافكار بقى اللي هي الامبرياليه والحاجات اللي احنا بنعاني منها لغايه دلوقتي، الرأسمالية واستغلال الإنسان. إلى أي واستغلال مدى ترى الانسان. أن هذه الحروب تنطبق على واقعنا الحالي، الحروب الجديدة كما ذكر دكتور إبراهيم، الحروب الفكرية إلى أي مدى تنطبق على هي الواقع؟ دلوقتي طبعا بقى لها وسائل
أكثر بكثير من أيام كتبت الكتاب. كان ده قبل السوشيال ميديا وقبل الإنترنت وقبل الهواتف الذكية والكلام ده. دلوقتي أنت بتقدري توصلي وترسلي دماغ أي حد وأنت قاعدة في مبنى زي الاستوديو ده، مش محتاجة أن يكون عندك جيش ولا محتاجة مجموعة من الناس. وبعد كده بتجند اللي هي بيسموها الجيوش الإلكترونية، وعن طريق استخدام القوى الناعمة يعني كما تفعل تمام. إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة، يعني تشن حرب على الإرهاب ومرة حرب على الإسلام. دائما هناك أعداء وهميين ودائما النظام الدولة في حالة حرب مع هذا العدو. مظبوط. وهو حتى يعني وسيم كان بيسأله طب يعني كيف تمضي الحياة بهذه الطريقة وكيف سيكون المستقبل؟ فالمهم قال له ايه؟ قال له لا تقلق ولا تيأس يا وسيم، فمهما كانت مهارة السياسيين وبالرغم ان المعتقدات تتبدل والافكار تتغير، يبقى قسم عميق داخل الروح لا يتبدل. هنا الإيمان وتبقى الحاجة بالقضية. إلى الإيمان كما كانت دائما، فالإيمان بالوطن ومقدرات الشعوب هو مؤهلها للبقاء. طبعا الإيمان بالله وبرضه الإيمان بالوطن، يعني وهي دي نقطة برضه بقينا يعني اللي هي، لأن في ساعات حضرتك تلاقي مثلا في حاجة تقول لك إيه العولمة، يعني يبقى كل حاجة عالمية وكل حاجة ملهاش مثلا أساس، مثلا إيه الدين الإبراهيمي، لا ما فيش يهودية ما فيش إسلام ما فيش مسيحية كلهم إبراهيميين، ما فيش مصر ما فيش لبنان ما فيش لا وجود إيطاليا للأديان ولا للجنسيات ولا ولا للقوميات ولا ولا للحضارات، يقول لك إيه أعلم. نعم. طيب دكتور، لضيق الوقت يعني دعنا ننتقل إلى زيارة وسيم ولقائه بنيلسون مانديلا. كيف كان هذا اللقاء؟ وسأله كيف حققت المعجزة بعد أن سجنت لفترة طويلة، يعني تمام. 18 عاماً؟ اه يعني كيف تعلم الطفل وسيم من مانديلا رمز الكفاح ضد العنصرية ونبذ العنف والمطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان؟ يعني ما الرسالة من هذه تمام. الزيارة واللقاء مع نيلسون مانديلا؟ هو ده السؤال اللي سأله وسيم لنيلسون مانديلا لما قابله في جنوب افريقيا في كيب تاون. فبيسأله السؤال الذي أرقه، يعني عند كانوا قاعدين عند تيبل ماونتن اللي هو جبل التيبل هناك، قال له كيف حققت معجزتك؟ فأجابني التسامح يا وسيم، هذه هي الكلمة السرية التي لولاها لاندلعت الحرب الأهلية ولعاشت البلاد في موجات من العنف والفوضى كانت ستقضي عليها. وكان فقال له عند خروجي من السجن أدركت أنه إن لم أترك كراهيتي خلفي فإنني سأظل سجينا. لذلك قلت لشعبي الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام، ونحن نغفر لكننا لا ننسى. يعني الإنسان لا يولد بالكراهية ولكن يتعلمها يعني مع الوقت وبالممارسة ومن خلال وهذا ما قاله البيئة. نيلسون مانديلا، لأن يعني قال له وسيم، قال له طبعا تأثر وقال له أنت فعلا تستحق لقب أيقونة التسامح رغم أن ثلث حياتك قد سلب منك في السجون. وعلمتنا أن الإنسانية يمكن أن تساعدنا على تجاوز الخطايا التي يرتكبها بعض الأشرار، وأنه يمكن العدالة والتسامح أن يتغلبا على أكبر قدر من القسوة. لو ربطنا هذا فأجابه بالواقع قال له لا الفلسطيني. أحد يولد وهو يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته الاجتماعية أو دينه، لابد أن هؤلاء الناس تعلموا الكراهية، وإذا كان في مقدورهم تعلم الكراهية فهذا يعني أن يعني بإمكانهم تعلم الحب. لو سألتي على فلسطين فده اللي بنشوفه دلوقتي، إن الكلام بيحصل مع بين المستوطنين أو المستعمرين مع أهل قرى فلسطين ومدنها كره لكل ما هو فلسطين، وده يعني تعميق للي هي موضوع يهودية الدولة وإن كل ما هو غير يهودي يأتي في الدرجة الثانية والثالثة والكلام ده. يعني تغذية السلطات الاحتلال للمستوطنين والمستعمرين كما ذكرت لي بموضوع الكراهية لتدمير كل ما هو عربي مظبوط. فلسطيني. فلكن يعني هو هنا اللي نيلسون مانديلا قاله، إذا كنت بتقدر تعلم الكراهية فبمقدرتك إنك تعلم الحب.
فالحب أقرب إلى فطرة الإنسان من نقيضه، والتسامح يعلمنا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل المستقبل. لكن لو إن أنا بعلم أطفال اليهود إن هو يعني زي ما كانوا بيقولوا مثلا، يعني إحدى أعضاء الحكومة عشان تقول لك إن الأطفال الفلسطينيين دول كالأفاعي ولازم نخلص منهم. طب أنت دلوقتي جيل الشباب هناك إيه؟ بيكبر وأنت بتعلمه إن دول أفاعي، هيحبهم إزاي؟ الكراهية والعنف. بيكرههم. وفي نفس الوقت الفلسطينيين لما بيشوفوا اللي بيحصل لهم ده، واللي استشهد له أخ ولا أب ولا خرج من بيته ولا انطرد، لغاية دلوقتي يعني حملة التهجير والنزوح من البيوت لم لها أثار تنتهي في سلبية طبعا 48 ولا ومدمرة. 67، مستمرة إلى يومنا هذا. من القرى اللي من ساعة بناء الجدار العازل ولغاية دلوقتي، مثلا الجدار العازل في ناس، الفصل العنصري يعني الفصل تمييز العنصري، عنصري بين وبعدين الفلسطيني بتمشي يعني والأمريكي. لغاية دلوقتي في ناس بيوتها بتتهد وبتبعث إلى أماكن أخرى، تهجر إلى أماكن أخرى. التسامح ممكن هو يحول المعاناة المشتركة لأمل المستقبل. هل يمكن إن الجهاز أو اللي هو نظام الفصل العنصري الموجود حاليا في إسرائيل واللي كان موجود قبل كده في جنوب أفريقيا، هل ممكن إسرائيل تتحول إلى جنوب أفريقيا جديدة؟ ده لن يحدث نظام إلا الأبرتايد. الأبرتايد مش هتتوقف غير لو علمنا الناس الحب بدل ما نعلمهم الكراهية، عشان الأجيال الجديدة تستمر. نعم، بفرق يعني بين السجان والسجين. بالنسبة لوسيم كان الأول فاعل والثاني مفعول به، ولكن بالنسبة لنيلسون مانديلا كان هناك يعني وجهة نظر مختلفة تماما. الاثنين سجناء للأسف، كلاهما مفعول مفعول به. نعم، يعني السجان كلاهما مسجون. لأنه السجان هو أيضا سجين الكراهية والعنصرية. نعم. لأن هو سأله وسيم، قال له تعريف السجان والسجين، الأول فاعل والثاني مفعول به، هل هناك تعريف آخر؟ فنظر إليه مانديلا بحزن وقال له للأسف كلاهما مفعول به. فالسجان أيضا سجين، هو سجين الكراهية والعنصرية، محبوس خلف قضبان التحامل وضيق الأفق. كيف يكون حرا حقا يكون من يملك حرا حرية حقا. شخص آخر؟ يعني مظبوط، نعم. من يملك حرية هو شخص سجين آخر. أيضا نعم. المظلوم والظالم على حد سواء قد جردوا من إنسانيته. يعني طبعا اللي قاعد في السجن وقعد سنين، أو أي مسجون مجرد من إنسانيته، والسجان الذي يقبل أن يقوم بتجريد دكتور شخص من حريته. يعني القائمة طويلة بالأدباء والحكماء الذين قابلهم وسيم في رحلاته خلال الكتب الخمسة. سيكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله، ونقاشات سياسية دارت بين الفتى وسيم وبين أدباء وحكماء في علم السياسة والفكر والفلسفة. أشكر حضورك معنا اليوم وهذه المشاركة وهذا الجزء الجميل الذي يعني رسالته واهتمامه هو تنشئة الجيل الجديد والوعي السياسي بما يحدث حوله وأهمية الانتماء للدولة والوطن. شكرا لحضرتك، وأسعدني أكون معاكم، ونتمنى أن الشباب يعني لا يستهين بأهمية أن يكون له وعي سياسي ويشعر بدوره الوطني تجاه ذلك. نعم، بكل تأكيد. شكرا لحضرتك. شكرا. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، أراكم في حلقات جديدة، إلى اللقاء.